السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التطورات الرهيبة في الذكاء الصناعي الخاص بالعمارة إن بكل سهولة أنت ممكن تصمم مبنى وتحط فيه القواعد المعينة، ولما تغير العرض بتاعه أو الارتفاع تلاقي فيه غرف اتضافت وغرف شالت وفيه فرنتشر اتغير وهكذا. تمام، ده الموقع، هسيب لكم الرابط. أنا عملت ضفت نفسي لستة الناس اللي هم هيبقوا مدعوين ان هم يجربوا الاصدار. تمام، ومنتظر جيل الايميل. اول ما جيل الايميل هعمل فيديو خاص بالفكرة دي. طبعا في حاجات كتير خاصة بالذكاء الصناعي هنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله في الدروس القادمة في بيم اريبيا، زي مثلا ان احنا نقدر نحدد انا في المكان دوت هبقى شايف ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها. هل مثلا من المكان ده هبقى شايف مثلا البحر وهكذا. في تطورات كتيرة جدا ورهيبة، زي مثلا الموقع دوت اتكلمنا عنه قبل كده، برضو بيخليني احط الاسس معينة. مثلا لو مساحة صغيرة يبقى غرفة، لو اكبر هنحط كذا وكذا، ويبقى هو يعملها يمشي على قواعد واوتوماتيك يضيف الغرف الاضافية لو المساحة زادت. وممكن اديله مكان معين غير منتظم او دائري او اي شكل هو يبدأ